إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما وعدناكم أعزائي المشاهدين نلتقي في هذه الليلة مع الأخ مسعودي الطيب حفظه الله ورعاه. في الحق هذا اللقاء خاص وخاص جدا وحصري لعدة أسباب سنتعرف عليها بعد قليل. كيف هي الأحوال الأخ طيب؟ الحمد لله والشكر لله. ربي يعطيك إن شاء الله. ممكن نعرف ويناها الطيب، من هو الطيب مسعودي؟ طيب مسعودي هو من أبناء بلدية مسعد، تربي وترعرع وزاد في جسمه، بين قوسين شايع بطيب مكة. طيب مكة. طيب مكة. شايع بها معروف بطيب مكة. مسعود ما يعرفوها. إذا قلنا مسعودي طيب مثلا شخص ما يخشى الله يبارك. كان شيء كي تقول له طيب مكة، ها قول لي طيب مكة. عازم نعرف. اي صح. طلع على ثم وتربيت والناس قاعد نضحك لها وقاعد نعزها وقاعد كيف كيف. الحمد لله. وخاصة تربيت مع فرحات الخنس. فرحات الزروين. هذاك صديقك الانتيم تاعك. الانتيم، صادق وجول هذه الانتيم. بالنسبة وين قريت في الجامع؟ قريت ما قريت؟ خليفة خليفة الله يرحمه. الله يرحمه. النكوة تاعو ما نعرفهاش. اييه. بس قرينا عادوا في داره، من داره رحنا للجامع سيدنا عدل. وين دار؟ وين بالضبط؟ قبل دار دامز قال لي راه إيه الحاج محمد اي بالحد البشير ولا لا ايه خلاص بالحد وبطبيعه الحال اللي يقرا القران يد الفلاقه ديتها بالفلاقه ديت على من قول لي على من على من على جير رسمت حركه تاع سنان جينا في الوقت تاع القرايه وانا نسي نحضر له نروح ندي الفلاقه ديت الفلاقه على جير سنان لا القرايه كنت نقرا يعني ما بطنيش على القرايه بطني على التوخير دائما تغير اي على جير سنان وكون دايزر نتايا ومع فرحات ولا انت؟ ساعه في جبال وفرحه وبطاط ندفن مع بعضات. وين يشتكي من الفلاقه؟ اخوه محمد يقولوا محمد 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 الاخنس كان يشتكي من الفلاقه. واحد يقولوا بالخير اخو المحفوظ راه في الصحراء ضرب. كادو كان يشدوكم الفلاقه. شدونا. ويبطكم بطا مبرحا. مبرحا. ضربا مبرحا. جيت مبكرا كسر الكسر مشهور به. وش يقول؟ جيت مبكرا. كسل كسل على كالعيب معناها توقفين جيت مبكر معناها طولت ما جيت. ايه هذه الطفوله. صح هذه هذه بالنسبه للجامع. بدايه تاع الطفوله. بعد قلت لي تحولنا لمسجد سي بن عبد الله. ايه تقرينا في جامع سي بن عبد الله. كيفاش جامع سي بن عبد الله فهمني بجا كان له قرينا في الوسع كان دار خليفه ضيقه. يا اخي عطاه طالب عطاه الحوش. ايه. كان مشى كانت مشمشة ثم نظلوا فيها باش ندخلوا للديار. للديار. قرينا ثم. وحفظت شي اسئله؟ أربع حزاب. الله يبارك الله يبارك. فضت أربع حزاب. من بعد كنت تحدثوا على الأصدقاء كل واحد عنده في الطفولة عنده أصحابه أصحابه تاع الأطفال وين هم اللي كانوا أصحابك في الطفولة؟ طفولة كان أحمد سريح راه في ورقلة عبقاد وكشيدة فرحات الأخنس وعبد الله شيد هذول معنا هذول المقربين مقربين والاكثر فيهم هو فرحات. فرحات قريت معاه قصت معاه ودرت معاه الاناشيد كانت عندنا فرقه تاع اناشيد. دروك نتكلموا عليها. بالنسبه للدراسه في الابتدائي وين قريت الابتدائي تاعك؟ قريت عبد البشير شعيب الله يرحمه. الله يرحمه. فرحات. في سيدي نايل. قرينا عبد البشير اي. في سيدي نايل. سيدي نايل القديمه يقول. سيدي نايل يقولها القديمه بك. اي. قريت عبد البشير شعيب الله يرحمه. وعبد البشير العساوي. قدا قريت عام في الابتدائي قدا؟ انا عاودت. ست قريت ست سنين انا ست سنين بصح عاودت فرحات فاتني فرحات يقرا الله يبارك فرحات كان يقرا زين يقرا مليح يقرا زين فاه يقرا في اللغه العربيه والفرنسية اللغه 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 يقرا زين الرياضيات اي والفرنسي الفرنسي حبه صح قريت قلت لي عاد قريت عاد السي البشير شعيب الله يرحمه والسي البشير عيساوي الله يرحمه وكاكا وكاكا عبد القادر سي كاكا عبد القادر الله يذكره على خير ان شاء الله وزيد وين الاخر اللي قريت عاد الفرنسي عاد ما قريتوش قريت عاد الجلالي وقريت عاد بوزيد لطرش بوزيد لطرش قرا رقم فرنسي قراني فرنسي ياه ومشي الجلالي مشي الجلالي وين هم اللي كانوا المعلمين يبطون تاع العربيه اكثر ولا الفرنسيه تاع لا لا وعريشه راه في جلفه عريشه تاع الفرنسي يبطون اكثر من العربيه اييه وين كانوا يبطوا اكثر العربي ولا الفرنسي؟ الفرنسي عريشه وجلالي يبطوا يبطوا في الابتدائي قريتوا ست سنين انتم اي وانت عاودت عام عاودت عام صح في الابتدائي وش كنتوا كش ما كنتوا ديروا في نشاطات غير القرايه في الابتدائي؟ كاين النشيد ولا كرة القدم؟ لا نشيد كرة القدم ناقص شويه شويه على النشيد النشيد مع من كنت الفرقه نتاعكم وين كانت؟ الشيخ فرحات هو قائد متذكر انا اللي كنت كش ماك متذكر انشوده ولا الهي الهي أي.
إلهي. هذه اللي شادها الأخرى كاع راحت. الأخرى كاع راحت. إي. آه. بعد الابتدائي وين رحت؟ رحت الحاج حمد. الحاج حمد أعمال المتوسطة. قد قريت عام في المتوسط؟ كملت حتى التاسعة وخرجوني. السابعة والثامنة والتاسعة. التاسعة عقبوا للتكوين في جلة. كبك كان يعقبوا للتكوين من سبيل يعقبوك من القرية تحبس يعقبوك. إي. رحت للبيع في جلة. قريت عامين. عامين. جبت الدبلوم وجيت. الدبلوم تاعش؟ اكتشفت باطيمة. كهرباء معمارية. إيه كهرباء معمارية. صح. بعد كي كملت التكوين. وكش ما دخلت دبرت وظيفة كش؟ ما طلبوا فيا المحال شوية في الوظيفة تاعي. لا داعي لذكر المكان ولا داعي لذكر الأشخاص. ذكر الزمالة الأشخاص إيه. نخدم بعد عرفت بعلي طعبة وخو صافي. خدمت مع البنتونة والزبش. وتربيت معاهم لدروك راني معاهم. وبعد أني دخلت قبل الجامع. إي. دخلت شباكة. راني خدام قيم. وين جامع الحاج عبد الرحمن؟ زيد بن ثابت. إيه زيد بن ثابت. إيه راني ثم. في الشباكة دوكا عم دبجوكم يعني. دبجونا رانا دوكا راني. الحمد لله. عام النظر. الحمد لله. بالنسبة للطيب الزمن ذاك تاعكم أنتم في من كنتوا أطفال وكيف كانت مسعد كيف احكي لنا شوية على مسعد كيف كانت. ما نقدرش نوصفها لك يوجع لي قلبي كي نوصفها. لا وصف لي كيف كانت مسعد ذاك الوقت. كانت. احكي لنا شوي. كانت بصفة راجل واحد وقلب واحد. وكانت كما نقول احنا كاين الضواقع وكان بويا تربونا على الحلال وعلى البحار من هذا من هذا ما نعرف والقرايه والعيب يكشفت عيبي يجيه مبطوط يزيد بطني يقول لي على واش ما ديك وتربينا على الحياه والحشمه. بالنسبه ل امثالك انت كما انت كنتوا تروحوا تعوموا في السد. عوموا ونبطوا في الطريق وفي سدة كاين نهارات نعود جاي من السد جو خويا. كاين اخرين يورطونا يسرقوا المشماش ولا الرمان يورطونا. تحي ساعه كفينا الخمامس ساعه نقبضوا ساعه نبطوا ساعه ما نبطوا ساعه. عشناها كما كل جيدان يبطونا ديارنا الواد يبطونا عسد يبطونا هذيك فرحات ما حاجدين فرحات وخاوت حاجدين بكر. اي حاجدين معلاه كانت عندهم بحر راس قف السد ما يلقاوش اهلهم ما يلقاولهمش يعوموا ما يبطوش احنا نبطوا. كنت تعوم انت مليحه. نعوم مليح. تعوم في السد الكبير ولا تعوم في السد في السد الصغير؟ السد كبير كبير. نعرفوا قطع الكلب تاعها. وكنت تدير اللي اسمها بكري يقولوا هذيك الموريسكا كنت ديرها؟ الموريسكا نديرها. نديرها زين. محمد امين طيب راجل زين ربي يحفظه نقول له قرعه الخل وين؟ قول راه في الضايع. قول اكتبها له قول راه في الضايع. راه في الضايع قال لك. جبتها الناموس انا كنعرف الناموس. وضرب مقام ضرب قرعه تخلى لي كل مره ندير منها ندير منها يقول لي اجمعوا القرعه قلت له صباح نوش فقل لي القرعه ضربوها علي حرقت من الناموس. سبحان الله. محمد جرعوب خالد سال على السي طيب وقول له يا القمري. القمري حياتني وانا محتار. وانا محتار اي. القمري لا تقدر لا تقدر. القمري كاع وين محمد جرعوب جل. فتحي الساحي بلغ سلامي للسي طيب الجار السابق طيب. فتحي الساعي سلم عليك. ان شاء الله امين. بالقاسم قاسم مرحبا اخي طيب احكي لنا على فيلم في ديور. ذكرى تاع خاطيني ذكرى واحد وسيما واحد عند احمد السعد انا ما هذا خاطيني انا ما درتو فيلم في التسعينات. دحمان عثمان بلغ سلام للجار الطيب ربي يحفظه ان شاء الله. فرحات الزويل الطيب الصديق الصدوق. عشرة وطفولة لا تمل عندما التقيه يعود بنا الحنين إلى أيام الصباء. صدق دروك نجيكم أيها الأحبة لكي أعيش معكم هذه اللحظات الرائعة. أهلا وسهلا بك. صدقة 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 على غير هذا. عمر الطيب ربي يحفظه إن شاء الله. حران يوسف قول له مسلم عليك الطيب مسعودي والصافي حران قول له راك زالينا. والله نرجع عليك. نرجع. اي نرجع. سأعود إليكم. سأعود إليكم. كل ما قال مصران بارك الله يرجعني همني ورجع. عندك مشكل مصران؟ عندي. وكيفاش يقلقك المصران؟ كيفاش؟ ما يهدليش الريح لازم نمشي. صح. نمشي. ونشكروا المصران نشكروا علاه. رجعني ربي سبحانه. كيف؟ مش هاديني مش هادين روحك والله. تمسك بالدين تاعي زين. شفت. معناها هو مخليك دائما مش المصران يا ودي لا لا نقز هذه معليش نقز هذه نقزها معليش ما شطيط ربي الشفاء وفي سبت راني طايع ربي
هو اللي جبدني للطريقه. ربي يحفظك. عشر سنين وقريت معاه الاحاديث وتعلمت القران. الله يبارك فيك. ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله. خي صغير وكيشوفونه. وربي يحفظه. ربي يشافيه. امين يا رب العالمين. امين. وشافي مرضى المسلمين جميعا. جميعا شافي كاع مرضى خاصه عمر اسلام. اسلام طيب الرجل الطيب ربي يحفظه ان شاء الله. ابو رياض بن سالم ربي يحفظه ويطول في عمره وامده بالصحه والعافيه. عم سعد كاع ربي يحفظه مك. وربي يبارك فيه اخي طيب. محمد امين ها ها مال الضيا يا طيب قال لك مال الضيا يا طيب. ضيا ضيا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل اخ فرعات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. ريع عسامي يا طيب مرحبا بك. والله يا طيب هذا الليل كي شفتك جيت تجري. جيت السلام عليكم. جيت يا خويا كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله يا ربي لك الحمد لله. ولحقنا فرحات كي شفنا طيب يعني عفوا على الازعاج الحديث ولكن يا طيب اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام. اهلا وسهلا. طيب يعني راه ماهوش حاجه سهله اللي اولا صديق الطفوله وكما بعثتوا قلت لك راه يعني عندما التقيه يعود بي الحنين واتذكر الماضي واتذكر الطفوله واتذكر يعني عبق الماضي الذي لا ينسى ولن ينسى. خاصه الصبا. وخاصه الصبا وما ادراك ما الصبا. يعني كنا في واحد الدوامه ولكنها دوامه بريئه مش دوامه يعني تاع همله بعض دوامه بريئه بالنسبه لهذا الوقت اللي نخزروا فيه. رحبوا بالشيخ طيب ربي يحفظه ويبارك فيك ان شاء الله. ربي يبارك فيك. اليوم راك بضيافه الحاج بلال حفظه الله ورعاه وشكرا شكرا له على هذه الالتفاته الطيبه بتكريمك تستاهل صح. يحفظه ان شاء الله. بارك في التكميل. ابراهيم خليل قال لك بارك الله فيكم. محمد امين الطيب زوالي وفحل ربي يحفظه ان شاء الله. بولالباح خنيش الطيب الجار العزيز حفظه الله. قل له التربولات اللي ضربتني بها راها الضرق عندي وراني مازال نسالك. طيب وكان ماشي تربولات كان راك لاباس عليك راك ضايع لاباس عليك. عثمان دحمان عثمان دعينا بالرحمه لعمك الجلالي عثمان الجزار ربي يرحمه. طه ان شاء الله. الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله يا ربي. يرحم موتى المسلمين اجمعين. ابراهيم خليل سلام على فرحات الزروين. الله يسلمك مرحبا بك. طيب الاخضر بلغ سلام يقول له راه مسلم عليك عيسى مازوز وعماره ميسي والاخضر جرين. الله يبارك. الاخضر جرين. مسلمين عليك. عماره ميسي. عماره ثانيه من اصدقائي ثاني. اصدقائي تاع ضرك. راه ذراعي لي منكم ما نتلاقاوش من. الله يبارك. سعيد خنيش الشيخ الطيب من وليدات مسعد الاولين ربي يحفظه ان شاء الله. امين. عمر خنيش. سلمنا عليه وفكروا في ايامات الاغواط. ما رخنيش. ما يرخنيش. اي. اي وكان يقرا في الاغواط كنت من الناس منوع لي طعبه نروحوا ليهم نقعدوا عندهم. في الجامعه ولا وين في الجامعه؟ اي كانوا عاطينا شنبره كاع. قاعدين عندهم. قاعدين. كيفاش تونسهم مثلا كيفاش تونسهم؟ كيف يكون كيفاش تونسهم؟ بماذا تونسهم؟ هم بهم صحابهم لهم بالقرايه، احنا لا قرايه لا والو لا وعلي. نحن نضحك ونربح بدراع، لازم نضحكوا لهم ونقصروا معاهم. نحن اكثر واحد. فريطيس بوبكر ليك وحش عمي طيب والله والله يرحم حبيبي سالم حمدي. ربي يرحمه ان شاء الله يا ربي. هذه الليله الليله المباركه. ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. يوسف حليس بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وربي يحفظكم ان شاء الله. امين امين. بن سالم عطيه ربي يحفظكم اجمعين ان شاء الله. محمد أليم امين سلمونا على فرحات الزرويل قول له قال لك جخليل بن عمك راني جيتك للدار وشبعتك قبار. بالحق والله جايتك. قول له راك مليح اللي رجع رجع المصعد المرجع. قول له راك مليح اللي رجع. اصبر اصبر راه جايتك. تحيه طيبه. ربي يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. اسلام يعني. اسلام اسلام طيب رجل طيب ربي يحفظه هو والشيخ فرحات. ربي يجزيك خير ان شاء الله. رشيد عبدو تحياتي لك استاذ بلال رفقة المنشد الكبير فرحات لخنش ولضيفك الكريم السي الطيب. احنا نتمناو من المشاهدين اللي يقدر يسقسي الاخ الطيب راه عنده حكايات ياسر وعنده روايات وعنده لقطات. جبدوا لنا اللقطات. لقطات صحيح. دورو نجبدو اللقطات. بوضياف منصور الله يبارك عليكم.
بالقاسم قاسم دار القوم يسلم عليكم. ربي يحفظك. امين اجمعين. انا رايحين نروحوا للطيب بروك في واحد القصه صارت له مع واحد المسؤول، مسؤول كبير هنايا في مسعد، وراح يحكي لنا القصه، يحكيها لنا بتفاصيلها لكي اولا نعرف باللي اذا اعطاك ربي ما ينحلك حتى واحد، واذا كان ربي معاك ما تخافش. تفضل اخ طيب. الصلاه والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. كي يقول لك حي مكتوبك مكتوبك. كيجملوا قاعدين الرؤساء تاع الملكين باه ينحوا لك المكتوب ما ينحوا لكش. وكي عود ربي عاطيه لك وتينحوه لك وما يقدروش. انا صراتي مشكل في السكن. انا كنت ساكن في دار نصر اللي مشكل مع عوايل لا داعي لذكر المشاكل. اي مشاكل. خرجني بويا الله يرحمه قال لي روح بليدي روح اخرج روح اكري راه ربي يفرج عليك. سمعتها نسيت. سيبت ربي يحفظها سمعتها. ان شاء الله. عشان تحوش اسمها باسمي انا هو ليها بس باسمي اذا شكل شريت حي المجاهدين وقتها شبك نسلك ب 300 الف والكلية وقتها ب 400 الف معناها كنت عش كنت عايش عيشه ضنك الحمد لله مع ربي سبحانه ما يشيل عيشه ضنك ابتلاء سكنت داير في الواجب بشروني درت الدوسي في الدار قدامها ممكن تسكن في دارها داير بشرني واحد قال لي قايمه راك خارج في القايمه يسب اودي لا لا فضل الكبير لرضوانك شيدا مطلب له تحياتي اي رضوانك شيدا هو اللي اهتم هذا دوسي لحقوا لي سيبري لحقوا لي وسيبري في هذا ما جاش والو لحقوا لي العيش العيش ايش قال؟ قال لهم يا جماعه ساعة الطيوش بعد الشعب مكات على الديدان قال له اعطيه السكن قال لهم ودي راه كاينه خدمه وكاينه السكن وخيروا شنا خيروني ساعة العيش خير بين السكنه ولا بالخدمه اي خيروا السكن ساعتها كان يدير فاكاتير قال ما ندريش في القرعه كاع نعذبو ديرك درت السكنه لعبت ضربه الصح تاع القايمه اللي راحت الجلفه وجا تاع باهي يفرقوها خلاص يخرجوا القايم راه راجع البوي سبحان البوي عاطيني عطى خير هما قال لي اخرج ربي يفرج عليك راه مش انا بيا صالح والله حي لا لا حتى انت راه قلبك زين لا انت قلبك زين جيت في القايمه كي عاد في المسعد هنا زرتني زرت وجيت سيبري في واحد اخر ايه كان سوبري فيه وراح جا واحد اخر جا واحد هذا اللي يعطاني اي جاو زوج ربي يهديهم ربي يهديهم ربي يهديهم ربي يهدينا كاع ان شاء الله جاو زوج سيبري فيه للمير قالوا هذا راه مرتو شريت له حاجه باش كلب حي المجاهدين حي المجاهدين نسمحوا لي على الكلمه اي حي المجاهدين معليش حي المجاهدين اسمحوا لي داروا تحليل لقاو صح ساكن باش كلب سمعوا بلي حي المجاهدين سمعوا بلي نسيبتي شريت الحوش. يا ابو قال سيبري فيه خلاص هذا بالعافيه. العيشي نحني هو سيبري فيه نحيا خلاص جا جابوا الرخص. خلاص مالي جابوا الرخص. وين يرقد؟ منام يشوفني. سوبري في. اي نوض نجيه نقول له نوض راني مظلوم نوض. نص قط هو يحكي لي نص قط ونص ساعه. نطلع فوق يجيك الجهه فوق سيدرو نوض العطشان. ينوض عطشان. يجيبوا له دارهم الماء ويقولوا له يا تقول راه جاني واحد وين يرقد؟ راه يرقد وين يرقد؟ وين نفس المنام يحكي لي فيها ينوض شوف يا اخي اذا قال محمد بن ناقل واحد حمد ضبع لجنه سريه قال لهم هذا دول اللي تحريات قالوا حمد ضبع لا تحريات لا والو ما عندوش وهذا خايته خايته اللي سيبت حمد ضبع قالوا هذا راه خايته شريت الحوايج ما عادش لك 300 الف سكنت وعدها وراه باسمها الحوش ها هو راه ورق راه باسمها راه لباس معناها ما عندكش قالوا انت على رقبت قالوا على رقبت ما عادوش هاي ما عادوش يا اخي عاودوا القايمه زادوا عليها روطار شهرين عاودوا القايمه عشت خارج انا من عرفوا له قد بكي رحت له قال لي يا مخلوق كنت خارج كنت منحوح راه رجعك ربي سبحانه مانيش انا قلت له كثر خير قال لي كثر خير ربي العظيم سبحانه ربي هو اللي عرفت بلي الرزق يعود كاتب لك كاتب لك كاتب هو هو مولا خير سيبري فيه ودعوت الخير تاع الوالدين دعوت الخير وفوقهم الله سبحانه وتعالى كل هو اللي هو اللي سخرهم كل هذه راني بالوجه نتاعو قال لي بحوايجي الحمد لله باسل باسل عبد الله قول فرحات جيب لنا هذه الدار المبنيه موسى الحنياوي موسى الحنياوي تحياتي لك الشيخ بلا بلغ سلامي على فرحات الزروال وظيفك هاي بلغكم ربي يفتح عليه ان شاء الله موسى الحنياوي سلام ان شاء الله يا حضر ربي يحضر ابو معاذ ادعي لنا بالرحمه احمد شعيب ربي يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله وربي يغفر له ان شاء الله يوسع في قبره ويسكنه فسيح جناته ان شاء الله دحمان عثمان يا شيخ بلال قول للشيخ فرعات وكان نعطيك العزوج
كان نعطيك ثواني بها راه مات عليها الشيخ وخلي علي خليفه. مساء الخير خاوتي، قول للطيب يبيع لي البسكليت. وينه؟ علي خليفه قولوا لي بعتك انا البيضه. اه بجي الفاتوره. اه الدوره راحت. كان هي البيضه. حميد النعيمي، السلام عليكم يا سي الطيب، حدثنا على باجيو وبلغ سلامي للجميع. باجيو راجل طيب ومعمر هذيك البلاصه. وربي يحفظه. ياسين ياسين يقرئك السلام، يسلم عليك ياسين ياسين. ياسين تاع جراب معي في الجامعة. طيب عندما نتكلم نعود إلى الطفولة تاع خرجت حوست منه ومنه. الله يبارك ما حبس الجاع. وين رحت مثلا؟ رحت للدرور تاع الجزائر كاع رحت. إي هو اللي نحكي لنا وشنو المناسبة وين رحت؟ مناسبة ما كانش، ربي يجيب لي الناس اللي تشكي لي اللي خاطري تفكرني يديني معاه. يدك معاه. أي. وين رحت؟ وين البلاصة رحت؟ باب تالي تيميمون. تيميمون. ناخذ من جنب. واش لقيت فيها تيميمون؟ واش؟ فيها كل خير. كل خير. باب طيب فكر كي مسعد دكري في الثمانينات. والناس تسلم على بعضها في الزقاق تلقى قاعد يقول السلام عليكم. لا راه السلام ربي يهدينا راه نقص. نقص شوية. عاد قال بالمعرفة. عثمان تاع يرجع لي يعني ما كان نصطفون. دوك نرجع للطفوله. عثمان علي علي بلغ سلامي الموكا وفرحات. اي هذا موكا اللي قال موكا باين عاش باين يعرف. هذا لاباس بالخير والعافيه كلو. هذا لاباس ما علينا ما قال لكش مولاها موكا ما يعرفش. ما عاش معي ولا بتحشم مني ما نشاء. محمد فيلالي انا كنت اظن انك تزع منها كلمه موكا. الموت عليها. يا. افتخر بيه. محمد فيلالي ربي يبارك فيك الشيخ بلال سلم على الجميع. الله يسلم عليكم محمد فيلالي. حميده اسماعيل الحاج طيب ولد الخاله هذا مخالتك ده حميده اسماعيل. عمر خنيش الشيخ الطيب من قدماء فلاحي مسعد هو والوالد الشيخ عيسى بن لزاري الله يرحمه. عاودي من هذا؟ قلت لي عميره خنيش تقول له عميره هو عمر خنيش. اي خلاص كاينه. خدمت الفلاحه انت؟ خدمت الفلاحه. كيف وش المناسبه اللي خدمت الفلاحه وعييت بوي انا كنت شويه واعل على خاوت. اي ودري يخافوا من بوي ولا ما شويه من داصل. اي يا اخي قصر يدوم مني خلاص عرفني باللي صادر هيك. واعل عطاني العسه بوي راه ذكي عطاني العسه وعطاني الساقي والحشيش. من همزه والو الخدمه تاع اليوم يديك من خدمه الخدمه والو تاع القارس واللي سمع بك انا عطاها لي بويا ذكي على طاري العس صحابي كاع مكفل وقتها ما يسرقوناش ابويا خاوتي ما ذكي صح ذكي صح خاوتي ما فهموهاش فهموها بلي تعاصر معايا بوي ذكي اي على باهي فرحات على بالو ما يسرقوش والله ما سرقني والله ما سرق اي صح ها صح الذكاء تاع الشيخ وعاطيني عارفني بلي انا كل عين مقنين تفط روحي عاطيني العشوه لازم نلبس دبرية ونخرج ندور لازم الدور لازم العشوه ديك تاعها محمد امين قول له احكي لنا على نتاع الوهراني اللي لقاك جاي في البحر الهواري قبلت هذه في 96 97 جاي في البحر نعوم نعوم تحت في واد كاين واحد واد في عيون طرق مشهور الضربه الزاويه شرقت والو خلاص لحقت لي خرخره تاع الموت لقى واحد حدايا يدي جبت الميه صالو هنا وانا قم رصد فيها اللور قال لها كلمه بطريقه انا ما نقولهاش معليش ايه قالوا مالك مالك قلت له الهواري قبلت عرفت مش فاهم الهواري قبلت هذا يقول له الهواري احمد بن الشريك السلام عليكم قول له احكي لنا كيفاه رحت المستغان لا رحت المستغان احمد بن الشريك لا مستقر من انت الحديد ولا مسكيلاس ما رحتش مستقر ما رحتش رحت خفاق نجيب الدلاع ونمشي ما رحتش بحر والله ايه موسى الحنياوي يقول فرحات يطلبنا شويه هذيك فرحات راه يسمع فيك وراه مناطق بالمناسبه المشاهدين ربي يحفظكم ان شاء الله اللقاء اليوم راه يخص الطيب مسعودي موكا اذا حب الطيب يتحفنا دابا راس حب الطيب يجيب لكم انا راني جاي كي سمعتوا داير اللقاء جيت محبه له عاد وعافوا وعافوا شيخ بلال يقبلوا بالاسئله لذلك حضرت لك. لا قبل هذه هي جيت
شعيب السايح، سلام للجميع. وعليكم السلام شيخ السايح. عثمان علي علي يقول الفرحات اطلق اطلق نيفك شوي، اطلق نيفك شوي. ابو معاذ مخ قول له حكينا، ياسين ياسين قول له حكينا على تونس من اللي غلطوا فيه تاع الحدود. ياسين ياسين يا صاحبي تعجبنا نحكي لكم عادي والو عادي يعني. اي عادي. احنا رايحين مدريد لتونس، وليدات عقاد هلوب وسويطر، وليدات مش وليدات الرياضيين، الرياضيين اي الرياضيين المدرسه. شافوا لنا الوحيدين نطيح لهم الدراري، شافوا الدراري عاشقوني يشتوني، ولا الوحيدين نطيح لهم الدراري ونعاون مثلا. يا اخي عقاد جا مشكل ما راحش، رحت في بلاصه وانا في الطريق فوتنا بالحدود عادي تاع تونس، يخزر الباسبور يخزروني هاك، يخزر زرته مافيا من سوق هراس قتلهم زوج سما وحارب لهم سبيلات. ايش بالك؟ يا خويا سمايا قاعد كمان عملها وعاد تحقوت تو بعد قالت لي روح على جهه ربع سوايع مشادين. تسافر لسمايا. اي. وبعد جاتني لا سيكيريتي دوني لدار تاع ملاي حسوا فيا. قال لي انت في 2012 درتي عركه. انت قلت هذا لو تاع عركه. قلت له مضاراتني المسرح. قال لي شيني ما فيهاش مضاراتني المسرح. قلت له قابل المسرح قولوا العصبي. وبعد قاعد تخزن قال لي انت تعرف محمد بالعافيه واحد اسمه تاع عمار جبل. قلت له انا من مسعد ما يعرفوش مسعد. كون ما جيتش تعرفت عمار الحقهم بعد ربع سوايع ما كونش يدوني. الحاكم التعليم يا اخي جماعه ثري راح وسيرابيس راح وبعث وحدي فيا في الحدود. ربي جاب لي واحد يقول قويدا براتيلا وبودوح جاي لتونس يسناوني. كلمهم الحشويطر قالوا ما بالو قالوا بداتوا معاه صباح جيت لتونس. ايه هذه قالت هي في 2012 درت لي عركه. يا اخي قلت لك ضغطي مزرع 2012 قلت له لو تاع عركه هذه يا ياسين هذه خلاص. احمد قال لك قول له قول له يطرب لنا بقصيده ولا زوج موال الحنياوي. احمد بن الشراك مع سعيد السويدي. احمد زيد السلام عليكم سلم على الضيوف قول له هذه ديال الصلاه وما تحكيهاش. هذه ما نحكيهاش. يا اي ثاني قصه صلاتي في وهران ما نحكيهاش وما فيها يا عاد يا ربي يهديك. احمد زيد تعرف صاحبي هو صحه يخطي زيد بطل صحه والله. مصطفى مشري، مصطفى مشري طيب نتاع الزوازي زوازي زوازي كبار هذا يا خويا قول له يحكي لك حكايه تونس. هذه هذه حكايه تونس. بالخير بالناجي السلام عليكم الشيخ بلال، تحياتي لاخونا الطيب والشيخ فرحات تحيه من العاصمه. الشيخ فرحات ربي يدوم المحبه ان شاء الله. بالله السلام كان خريم يا ولدي الملحق تمشي سمحوا لي. انا تفكر اقعد تفكر حتى يجيك الاستاذ الشيخ عمار الشطيطحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتنا لكم جميعا، تمنيت الحضور معكم وخاصه السي طيب وجميع احبابنا في مسعد في مسجد السلام، وقل فرحات الله لا مهاله يقربون يقربون الاوطان. قول يا عمر سامحنا الله يفتح عليك. نجيبوها ان شاء الله. يا عمر سامحنا الله يحفظك ان شاء الله ويبارك لك. سامحنا لاني ما جيتكش لظرف ما، ولكن نسال الله ان يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. حبيب المصطفى ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. مصطفى مشري قال لك بصح من تونس برا من المصران والعرق الخبار. بصح من تونس برا. ايه برا من تونس. صح صح وانا كنت في تونس 10 ايام حبيت ما كليتوش هو جيبي. اي كليتوش دخلت الواتسوف ملي قال كابا تاع المصران يسنى فيا بالواتسوف. لا رق ذمذم. كريم جواد سعيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. محمد بديرينا اي معي في لابسين. الاخ الطيب موكا صاحب مقوله محمد بوراس لم يمت بوجود فوج الاصلاح. بديرينا تاع الاقوار. اي تاع كشاف اي. واش قلت؟ محمد بوراس لم يمت بوجود فوج الاصلاح. بوجود فوج الاصلاح. اش تعرف على فوج الاصلاح؟ كل خير. واش تربيت معاه؟ كيف مثلا؟ حضرته في التأسيس في اللي حضرته في التأسيس حضرته في وقت الأزمة. ودخلت معاهم بصح ما نجمتوش بقدر أن لا فاطت روحي ما نجمتوش هربت. النشاط ما نجمتوش. في النشاط في كلش ما نجمتش ما هربت. وين مؤسس وجه الإصلاح؟ بلال زين. نلعب بلال زين باش يلبس عود ما نعرف حتى واحد. عمر خنيش قول له يحكي لنا على الإنذار نتاع جامعة الأقواط مع علي طعبة. أي
حنايا نهارها كنا ضايعين ندير القنا ودير الزون عيطوا المدير سمح شكاو له للطلبه قالوا وين اللي في الشامبر رقم 4 ولا 4 قالوا مسعود طيب رطوا على طابه بعثنا ندالات تحت ال تحت ال راه مضروك ندالات عاد على طابه راه مضروك نحييه على على طابه صديق العزيز عبدو عبدو تحياتنا سي طيب وفرحات ربي يهنيكم ان شاء الله ابو معاذ حاليا الاخ عبدو صالحي سيدي طيب يا الحبيب يا باين يا باين سيدي الناس يا بن سيدي الناس يا بن سيدي الناس فرحات يا طيب العاهات اجمل مجمع الطيبه والاصاله وعبق مسعد القديم تحياتنا حفظك الله ورعاك يا عبد الله كاسيمو طوال قول له يحكي لك الحاج بوخمامه عاش معاها وقت عاش معاه وقت اي عاش معاه في القادريه في الزوي كنت تروح للقادريه وخدم معايا في الجامع تاع سبحان الله والحمد لله والله اكبر تاع تاع العيد اي خدمها معايا محمد بدلينا كان من ابرز المنخرطين في بدايه مشوار الفوج انت كنت من الاولين اي قلت لك ما نجمش هربت ما نجمش النشاط ولا ما نجمش الله يبارك ما نجمش ما رحتش معاه العموره تمشي مع راح معاكم الفوج من راح مع عثمان الواحد هو اللي قدر له نجمها انا وقتها هربت ما نجمش ما نجمتش هذا صعب فتحي رابح الطيب والمجمع الطيب ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله اخ فتحي رابح عندما نتكلم نعود الى الطفوله ممكن اجمل مرحله تمر على الانسان هي الطفوله تاعو احكي لنا على الطفوله تاعك شويتين شويه ما مشاغب كنت حركي شويه حركي واعر شويه مشاغب ياسر طوني قرب عبيتي قال صرعني راه دالي راه خضيت كنت دير تربوليات عادي تربوليات كفويسه في الجيب كفويسه حتى طبيت غلطت هذا السبع بموسكانيه بدات موسكانيه في الداخل جرحت روحك بالنسبه للكفويسه واش دير بها الكفويسه انت راه كاين دروك الجيل هذا ما يعرفش التوربوليات ما يعرفش كفويسه كفويسه انا ضربوا فيها بالزاوش والسروندي السروندي راه ما كانش ما كانش يعرفوا قال جيلنا حنا السروندي السروندي والواحد اللي ضربوا انا قويده زعبان واحد يقول له قويده زعبان يسكن يقول يسكن الشعبه الوحيدين اللي مخاخ في وجنيدي بكره في السروندي في السروندي ما كانش يقدر له كيفاش تنصبوا نتاع حتى بكره بكره حاشاك عاد دودة سبيسيال لازم باه تلقى يحب لك هذاك الدودة اي ومبكرون تروح تبحثوا على الدودة قبل الناس راح يصلوا احنا راح نبنوا في الكفافيس مبكر مبكر تروحوا تبحثوا على الدودة وين تبحثوا عليها الدودة وين تلقاوها؟ في جهة البيطوار وين كاين القبار ولا القبار والعشبة واحد العشبة نقولها الخبيز اي هذاك اللي جبتوا تلقاو الدودة ثم تلقطوا الدودة وتروحوا وين تروحوا تصادوا بالضبط؟ الحنية الحنية حنت ولاد عالم جيت ولاد عالم زال تنصبوا الكفويسات ورانا انا بتربوليت نصادوا في الساعه كي تقبضوا هاك قبضتوا الطائر قبضتوا واش ديروا له؟ نفرحوا جينا واحد السعاده فرح ايه وانا نحكوا لدار لقاهم يتفقوطي يعني مات ما نفرحوش به ما يعيش ويوم انتحاري هو الزوج انتحاري ايه ما كانش اللي يعرف صندي ايه ما كانش كلمه انتحار ما كانش اللي يعرفها يقتلوا ارواح الطائر ذاك تروحوا ما انتم ما تاكلوش والله ما حبت حاجة النكهة تاع السيادة وخلاص براد طلع بها براد عدد اصحابك يا ابو طيب مك قضب صندي هذا مك هذا مك هذا مك حميدة اسماعيل يا طيب مسي عليك مسي عليك رابح والسلام للشيخ فرحات عليك السلام يعود لنا الاستاذ عمر استطحى الطيب احكي لنا على الحزب الراتب وايامات السلام جامع الحاج العلمي. هذيك ايام جميله هذيك. ايام الايمانيه يقولوا لها ايام الايمانيه. انا كنت ضايع. هكا عاش جمعت شي سميت لازم يدخلوا الباب الميدان الضياع قبل وبعد ربي وسيري تاعهم زينه. اي. قلوبهم بيض. هذه مرحلة الشباب. اي. مرحلة الشباب. كان عمر الزينة راح، انا راح جاء عمر سطيطح. الله الله يبارك. شفت انا بذاك شفت منام. شفت منام تحت قنطرة جنود عسكر. وكان واحد قوي طلع في منبر يقول فيهم يحدث فيهم شدني محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شدني مني قال لي نديك البلاصه تريح فيها راك تعبت فعلا تعبت سبحان الله تعبت شدني ولدي اللي قعدت
بعدها كنت سمع فيك رجعت في طنبية منهم جمعة طاحت في عمر شطيطح الله يبارك جمعة تاعه عرفني ما نزلت على صراحة عرفته خلاص سي عمر شطيطح دارنا الحزب الرت عدنا كل مغرب ندوسوا على البلاصة وندوسوا على الكتاب 10 سنين نقرا في حزب الرتب ولا حديث كما مات شبويو الله يرحمه الله يرحمه تحول مسجدية لا ذوك ذوك نعشق ديك الايام الايام هذيك الزينه نعشقها ياسر عند اظن حتى التعبير اعشق راه استعمل كلمه مصطلح اعشق لانه من الجيل الذي الجيل الذي كان متيم بتلك الايام الجميله قلتها صح من قلبي صح صح اي منك اس ميمون ربي يحفظه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساءكم جميل شيخ بلال سلم على المنشي فرحات الزروين يا استاذ يا استاذ بلال هذا وين جيت عرفنا بضيفك حفظه الله هذا من الوليدات من وليدات مسعد نقدم ولد في حي السلام جسمات نقولوا حنايا اسمه مسعودي الطيب ومعروف موكا سقسي طيب قول لهم طيب موكا وهو الذي نصره الله مع مسؤول كبير في مسعد في رؤية في المنام نصره بالمنام هذا هو محمد أمين فرحات قل له صاحبك يقبض في جدي الفشتان صياد كبير قل له الفشتان بكري له رجاله وذاك الوقت راه وقت سيبا ثاني استغزام وش راه له سي طيب ولا هو ثاني السرندي ثاني راه كان عنده قيمة والله قيمة والله يحب يقول هذا السرندي كل وقت وقته فتحي رابح الطيب النية الصافية ربي يحفظه إن شاء الله مصطفى بن تونسي الطيب اسم على مسمى ربي يحفظه ويبارك فيه السباعة في لابيسين هو ما بلق عليه نهدي تحياتي ثاني أصدقائي ساندوني ويعرفوني كنعود حاري يهزوني ربي يحفظهم ثاني أمين عثمان علي يا طيب سلم عليك بن داود لقزيلة وليك وحشان تو فرحات الشيخ بلال هذاك معنا في الصيبة اطفال اصدقاء طفولة اصدقاء طفولة حسين ابيزا قال لكم بوصلوا ربي يحفظكم ويا فرحات قول له راه قال لك عمر اللي تنقولها لك راك عارف بولرباع خنيش قول له يا طيب قال لك ربيع خنيش كاش الشو كاش قولوا كان التو كاش الشو التو ها التو تو هذه راه لغه بيني بينه قولوا كان التو كاين التو اي هذا كود بيناتهم الرئيس طه النوري الرجل الطيب بوطيبه خادم بيت الله سلام الى هو المشد القدير السي فرحات ولك استاذنا بلال ربي يجازيك خير ان شاء الله امين من الادريسيه تعود من الادريسيه عبدو احمد طاهر سلام للجميع طيب ليك وحشه عبد احمد طه ربي يحفظك ان شاء الله بالنسبه عندما نتكلم مرام لكل فتره لكل فتره لها حوايجها كل فتره لها حوايجها ممكن الفتره تاعكم انتم هذوك السنوات تاعكم كان مشهوره التوربيليت مشهوره الكفيسه مشهوره طويحه شنو طويحه؟ شباك كبير نفتحوها ويدخل في الحلم اسمها الطويحه منداف يقولوا لها منداف ود الويحه هذا الشباب ما يعرفوش هذه المصطلحات هذه ما يعرفوهاش هذه تيك تاك براي مطرق الزمطار ونضربهم مع اللغه بيصير تيك تاك نحن في زمن العولمه قال لك ابراهيم خنيش الله يبارك على الطيب حمامة المسجد ربي يعافيك ان شاء الله محمد امين قول له يحكي لنا على حكايه البوكس انا قلت لك انا رجع لي الطفوله بعض الطفوله كنت نحكي لها بوكس خدمت 10 سنين بوكس 10 سنين بوكس اي راه ربي يهديهم ومشي كرموا فينا ومشي دربت عند جيلاني الله يرحمه وجلول ونهدي تحياتي كبيره لحمام السعده هو اللي رباني هو اللي كنت ضايع رجع للطريق ويتبع فينا كي وليداتو البيت تترقب عليه الله يبارك كنت دير لا بوكس خدمت 10 سنين وبوكسيت ولا بوكسيت رسمي وجني حكي لنا على مرحله البوكس نلعب الجهوي ونحبس ما نجمش الولايه والجهوي نجيبهم ناشرين الوطني ما لحقتش والو ما لحقتش الوطني
طيب فكانت كيفاش كنتوا تدربوا؟ وين كنتوا تدربوا؟ تدربوا في الوهد، تدربوا في نادي حمص سعد، تدرب تاع عسكر في دار الشباب. حنا كنا الاربيان، كان معنا ابراهيم كشيده، هو جلول بوزيطو محمد بوزيان، الله يطول على خير، شكون يقولوا بوزيان بسعود، وبدر علي، علي له طيب، علي له مصطفاوي، مع طلح حش، وين هم الاخرين؟ هذا مكان البار. كانت مسعد لا بوكس، كانت رائده في مسعد الاربيه، كاين الرجال فادع وجبعت الرجال فادع ترعد، ولا داعي لذكر الاسماء تاع عرفنا من هذو. كانت عندها قيمه كبيره لا بوكس، قيمه الاربيه نقولها بوكس. كي يطلعوا يطلعوا. كانوا شيخ بلال من لا شيء فعلوا اشياء كما المدربين هذو جلو الفتان، جل الود جيلاني، الله يرحمه، دحمام بن سعد، ربنا دحمام، ابراهيم كشيده، ابراهيم تربى معنا، يعني هذون كانت عندهم واحد الاراده وعزيمه لانشاء جيل، فعلا جيل اللي نخضروا فيه درك الله يبارك ما شاء الله. من بينهم صديق طيب، كان يعني مسابر، وكان يدير، كان يدير في نتائج كبيره. قال بال راك عارف عندنا حد هنايا وتحبس تاع جيل تربي يديه، وما ندع على ذكر التفاصيل. انت تحقق نتائج على المستوى الولائي والجهوي، وتلحق الوطني ما تنجمش، لانه الامكانيات ناقصه. امكانيات ما كانش ذاك الوقت، ما كانش امكانيات عندك. والبوكس الجهوي مش كيضرب، ما بوكس سنه واحد ونربح الوزن، معناه كيما انا بوكس 48 راني طايح في 45 كي بوكسي هذا، قلت نزيد بوكسي بعد اخر لازم نربحهم كاع، هذه ما نجمتهاش. اجمل لحظه ليك في البوكس، يعني كي تفكرها دائما تعود سعيد كي تفكر ديك اللحظه تاع البوكس، من ناحيه البوكس ولا من ناحيه المروح؟ من المروح في البوكس، وانت في العشر سنين تاع البوكس. أيه. اجمل فتره عشتها في البوكس. اجمل لحظه كي قلنا راكم عادكم في نهارات عادكم منافسه. نقرا. أيه. نخدم ان شاء الله. وتدرب تدرب ندخل في المنام، تقول لي ما راك نوض في المنام، تعود نعود البوكس. واسوأ لحظه كي تفكرها في البوكس؟ اسوأ لحظه بقات لي دقيقه ونربح كاس البطل الجزائر، داتني الغرور خلاص سيد قبلته. جيت احنا في البوكس، معليش نشرح لكم، اشرح لنا في البوكس، من ما تجيش ورا فاس، لازم تجي هاك على جهه الكوتي، باه ماين في البوكس. انا بيا الغرور وخلاص بقى دقيقات، جيت عن فاس توشاني برا مليها، طحت بيك خفيف. هذيك اسوء لحظه كي تفكرها دائما. دوكا كي تفكرها ما نجمهاش، كنت بطل جزائر عاقل. هو كومن يخص لك، كومن يخص لك كيما راك هاك، ما تقولش درت لا بوكس تاي، لانك ضعيف بطني ضعفت، عندي خطوات شوفهم تامنت. رشيد عبدو، استاذ بلال، هل الاستاذ بورزقالي سمعنا؟ للاسف الحال الاخ بورزقالي، الاستاذ بورزقالي سمعنا. دحمان احمد طيب، طيب اسم على مسمى، ربي يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. الامام الشاب الاخ مسعود النايلي، سي بلال بلغ سلامي للشابين وربي يحفظكم جميعا. مسعود غويني تاع ابو عاد، واش قال؟ بلغ سلامي للشابين، كثرنا من هذا الرنان اخويا الثاني للشابين. ربي يحفظه ان شاء الله. يعود الينا الاخ مينك اس ميمون، الله يبارك ما شاء الله، ربي يحفظه ويكثر من امثاله، راني حطيت معاه هدرته ما شاء الله تبارك الرحمن، باينه فيه النيه والبركه نتاع الشيوخه. القدم قل له يدعي لي ويقضي ما في بالي، الله يحفظك استاذي بلال. الشيخ فرعاد قل له اذا كان عندي خاطر عندك اختمها قصيده على الاميمه، ربي يحفظك ان شاء الله. اذا هداه ربي، اذا هداه ربي ان شاء الله. اذا كان خاطر عندي ثاني لا عندك ما لا تحس سيدي، ما كساش ربي يحفظك ان شاء الله. فصديق هذا مو جايب منك عطا عين، راني نجيك للدار نجيبها لك ان شاء الله. اسمع هذا مو جايب منك عطا عين، كفانا انت من تاعكم وجايب منك الحنيه والروح المريحه. لازم نعود شويه، حنا نعود في زوج حنانه، لازم نعود شويه. واحد قاسي، واحد مش قاسي، ابو معاذ قاعده هايله وحالي، بارك الله فيك الشيخ بلال. عبدو يتغيب السي الطيب في صلاه الظهر، نعرفه، قال لك يتغيب نعرفه. نعطيكم عليها، عندي ريحه سبيسيال نديرها للجامع. كي تروح للجامع عادي ريحه خاصه ليا انا، نديرو لي جامع.
إيه تعطر به الجم. ومن العاطي السر هذه ما عطي حتى واحد. قرر الحديد درقها. خليها. لازم نعود حاضر نديرها. إيه. كي شمور يحبوا طيب مكونة الجم. هذه. جميل جدا. هم راه من الناس ما يعرفوش باللي انه 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 خدمه المساجد من اعظم الاعمال الصالحه هي خدمه المساجد، مش خدمه المساجد البناء فقط، البناء والتنظيف والتطهير والتزيين والتجميل وكلها اعمال صالحه في سبيل الله سبحانه وتعالى. اعطيني في الطهاره في الطهور في العطر باش نعطر. يعود اليك الاخ ميمون، قال لك ادعي لي، راك ما دعيتليش، قال لك ادعي لي ربي يقضي ما في بالي. ربي يقضي ما في بالك وينحي حياتك ويرضى عليك ربي سبحانه، هذا هو الصح. آمين, امين امين. عمر طيبي الله يبارك فيكم جميعا. عبدو عبدو والله اصبت سي طيب. اذا العطر خليه سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى في المسجد. نتمنوا انه دائما اذا كان هناك اشياء تريد اضافتها، طيب اذا كان حوايج حاب تحكيها لاصحابك، تحكيها للناس متوحشهم، اللي راك متوحشهم، اللي راك اصحابي كاع متوحشهم. ندخل اسماء ولا دابا اللي متوحشهم كل قول. معلي طعب مبروك حليس، حميده عباس، راح جلفة ربي يحفظه، عماره مويسي، ما هي شويه قاسيه بصح نشتيها نعزو. يا ساعات شويه صديقي، ساعات شويه خدم هاك واقع هاك واقع نشتيها. معليش هاي وبين قوسين تحمس كاع نعزهم. شيخ طيب، بالنسبه للشيخ بلال طيب، طيب عاش اجيال كبيره. انا ما بقاش في قال في جيلنا حنايا اللي راه نفس الـ نفس الـ السن. يعني ما بقاش يقول مشاف ولا لا لا، هو دائما يرجع للجيل اللي بعد، الجيل اللي بعد، الجيل اللي بعد، يمشي معهم ويعيش معهم كانه يعني من سنهم. لذلك اصبح محبوب يعني لديهم للاجيال، عندهم مغامرات كبيره سواء مع مع اصحابه اللي راه في سنهم او مع اجيال يعني عشت مع اجيال الثمانينات، اختار معاهم، حوس معاهم، عاصر اجيال، عاصر اجيال. حتى في التسعينات عشت معاهم اصحابي تاع الجامع اللي كان حتى وين راه التالي زايد 94 95 انا عايش معاهم عاد. طيب تربيت معه يعني للاضافه ولاثراء الحديث، تربيت معه يعني كنا صغار قبل الدراسه وقبل كنا صغار نلعبوا مع بعضنا بعض. انا ساكن تحت، هو ساكن شويه من فوق، يعني كنت نطلع عليهم انا الفوق، وكان دودو عمر كان قاسم عمر الله يرحمه، كان سيدي احمد لبقى ابراهيم، لبقى ابراهيم شيد عقاد، جقليل احمد، عبد الله الشين، يعني كانت كوكبه نعتبروا روحنا احنا رانا وعر ذاك الوقت، ولكن هذيك وعارتنا احنا، وعارتنا قام محسوب محدوده محدوده وعارتنا بالنسبه للطفوله راك تعرف هذاك الوقت، راه اصلا هذاك الوقت، هذاك الوقت لانه ما كانش هناك متنفس كبير بالنسبه للجانب الثقافي والجانب ما كانش سد كبير، ولا كانش الحوايج تبقى على الوالدين ذاك الوقت. وكنا يعني كنا عايشين معيشة طيبة بسيطة رغم الفقر، يعني احنا كنا كاع ابناء فلاحين وابناء فلاحين الله يرحمه ويجينا، وكنا كي نخرجوا يعني نروحوا كي نروح لدارهم ولا يجي لدارنا عندنا عادي، ما عندناش معنا هذيك التفرقة. انا ممكن الصباح نخلي فرحة نقول نشرب القهوة اللي في الكوزين نشرب ونخرج الله يرحمه. عاد امو الوحيدة اللي تفتح لي الباب تقول لي طيبة، اقول هي تفتح لي الباب، وواحد اخر ما تفتحلوش الله يرحمه، خاطر عارف ما تفتحلوش الله يرحمها ان شاء الله. قرطين مسعود السلام عليكم، ربي يبارك فيكم ان شاء الله امين. فتحي رابح سي طيب، لازم السر نتاع العطر توريه لشخص او اكثر باش يبقى في الجامع ويخدم عليك. قل لي اخي فرحات ما تكساش، ما فهموش في السر تاع لا لا، خليه السر هذاك، خليه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا السر سر راني مثل ما عطاه لي عمر شتات على السر، ما والو دعه، خليه سر بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. قل لي اخي فرحات ما تكساش، وين هذا؟ واحد قال لك ما تكساش يا ودي، اللي راه يقول لي ما تكساش نجي للدار وجد روح، ابعث له دعوه رسميه فرحات، يدعو على دعوه رسميه باتو غيره. بيني بينه الرئيس طه قال لك يقدرش السي طيب يحكي لنا حكايه مضحكه صارت له لان مغامراته مثيره. عندك مغامرات؟ صارت مره، ما لهاش مره، يعني هو انا كبير طالعين في اندروفير، مع نحكي تاع السياده معليش معي طالعين في لاندرافير، انا يا بلقاسم الفيراي، ميدا شداد، صادق مسعود ياسكي من قبله، وانايا. وواحد يقول ابراهيم شامبارا، من اللور.
قاعد يجري ولا الارنب ولا في الظلم كي قريب تلحق الضايع حاب تتفرقوا في يضربها قبل انفو جات داخل الدار هبطني هنا جري انا كعف الصبره كما هاك الكبر صبره كي هبطني تنهزها ديما راه عقابها ديما راه ثنايا بها الخلع انا صفر بطم طالع وصبر شدي شنو درت عملتها جماعة 24 دقيقة هم يزعقوا لنا بعد قالوا دور طيبنا نرجع لك قلت روح راني هنا راه سماني هم قوي يوجعوا فيا الخبط تاع لوندر فير واد جري نجري هي تجري حق تجري الله يبارك بك 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 التدراب تاع بكري واد خلعة يا شوية تدراب فيها قالوا مين منك اسمي مون قال لك ربي يحفظه ان شاء الله قال لك ربي يعوضك الشر ان شاء الله قال عندما نتكلم دائما نعود بك شويه برك شويه بكري كنت تطلع للسطاد تفرج في الاربيه مره تفرج تفرج في الاربيه وتفرج في الاحياء اجمل الحياه عقبتها تاع الاحياء تعلم وطلق الحياه جيش بعض الاحياء تاعنا احنا حي الاحياء تاع جيش من الشعبه وبعض ابراهيم وسيدينا عشت الجو زين مهما كانت ليه الهاب راح عطيني نعيش مع زين وقت ليه الهاب كنا نقعدوا في الخشه تاع هلو كانت المنافسه تاع الاحياء كانت كبيره الفرق ديما ديربي تحس كما راك تشوفها بلال المولوديه والياسمه مع الحوايج معناها كانت عندنا حتى في لي سبورتور كاين واحد الجو حماسي يطلعوا للستاد يهولوك يديروا واحد الاجواء رائعه في مصر تخيل بكينا راحت هذيك الامور راحت يعني قنوا تاع نبكوا نروح الوطنيه عندنا تاع الحاجه بكينا انا كي كبرت هنا قلت راهي جرتني مهموم جرتني مش هنا راه روح وطنيه يقولوا لي اي عشنا ذاك الثاني عشنا وقت الهاب احنا راه احنا وقتنا راه في الهاب احنا كي درنا الريش تقصبنا احنا الطفوله تاعنا ما عشناش الشيخ بلال ما عشناهاش رغم ذلك راكم عشتوا ما شاء الله ما عشناهاش بالنسبه للاربيام كنت تفرج تطلع الاستاد تفرج كنت عادي نروح للرياضيات يعني. كيفاش اللي كنت تعرف من اللاعبين في الاربيام وينهم؟ الاربيام الاولين مشهورين الكبير نعرف الشيخ بلال تاع نعرف الصيد صيد الفحش وراني الصيد مصطفى نعرف الاخضر يلعب اونس ولا دوز الاخضر طويل اي الاخضر طويل نشتيهم نعرف بوعكار حبيبي يموت عليك عاد يلعب يا يموت عليك شتو يلعب بيا نشتيه بوعكار نشتيه على الحراره تاعو طويل الاخضر نشتيه واحد راه يقولوا له التيس رابع الله يعطيه يلعب زين باو واحد راه مات عيفاوي اي باو بس بكره الله يرحمه نعرفهم الله يرحمه ان شاء الله زيد شداد شداد محمد سالم الله يرحمه سالم محمد الله يرحمه اي سالم مستوى الخفه تاعو كان حتى المزح الله يرحمه ان شاء الله كان انسان بشوش بربورات بربور احمد بربور احمد طار استطاح الله يبارك ارتيس البارو كانت عندنا كان عندنا شامل العدل بالنسبه للاحياء انتم كنتوا تشجعوا جاسماس وخاصه كونتر الشعب اكيد لا ما نموت واقف موت واقف يا طيب بين اصحابي من الشعب من شويه دين الحلال يا راه ما شعب سيدي نايل سيدي نايل ولاسانتي يقول لي ياكل الفلاح من الوقت يا ودي اسمحوا لي راني قاطع بلوطه سيدي نايل ونشتو نبطوها ولاسانتي هذا نشتو نبطوها اي ما شعب عاد هذه الحلال ماهيش نشتو نبطو فيهم ماهيش نشتو بعد الحنين يا جماعة ما تهش تعلقوا بأن بطيء يا شيخ بلال بالنسبة لهذا الفريقين هذا معول كما الشعبة وكما فارغت أسمازة يعني كيوت كاين المقابلات تجرى تكون أجواء حماسية كبيرة رحمن بيه كعرف هذول حتى إن تكون إحنا يخرجونا لسيبورتو عود قناة وعود حفلات وأمور لا هذه اللي سمعت كانت الاجواء الرياضيه شنو تبدا من تبدا تحضر لها من العشيه قال راه من بدات قال خيطوا في العلامات خيطوا في الازار هذا عبد الله شي جماعه خيطوا قال القش داس عند عبد الله لو كنت عندنا واحد الحماس يا ولد عشنا احنا عشنا طفوله تاعنا عشنا طفوله عشنا الكوبر تاعنا ثاني دوك هذه الزياده راني زايدينها قها حياتي دوك انا نطفي وليدات ان شاء الله وليداتكم ربي ان شاء الله يهديهم ويثبتهم احنا وقتنا راه راح عقبنا زين احنا دوك وليداتنا برك
قال لك فتحي فتحي معاذ وقت الكوجاك يفرقوه في الصطاد كاين هذه الوقت الحلو هذا اللي زين هذا الوقت انا هذا هذه الفكره واعوذ بالله من كلمتها اعوذ بالله من كلمتها يعني هذه الفكره انا لم اخف ودي نقول راني ربما راني مانيش انا انا ابتدات هذه الفكره نقول هذه جماعه الفريق تاعنا وسيرتو حنا يكون جسم نقول لهم ايه دول انت اعطيهم للاعبين وكيحوطوا رايحين للجمهور طيشوا لهم الحلاوه بلا سيتي يعني بلا عيب عيب جسمي سال كلمه بصح ما بديناهاش احنا المشكل ما يداش الواحد ما بديناهاش لا راه ما هذه حاجه ماهيش تبدا ولا ما تبداش مش مشكل المهم نضحكوا شويه شي بلال تفضل على حمد زوال مره عندنا ماتش نهار في رمضان في الليل وخاصين ولا بروتاج راح العماله راح العماله راه العميرة دربال يا عميرة ميلودي تما ترجع للساعة راح يا عميرة انا خوك ربع لي خرج قال له حمود واش خلعت يا عميرة انا خويك وشدوا في كرعيه يا ترى واش قال له عادي ما سالك الكرابوطاج كرابوطاج هما البروتاج وتبقى ذكرى جميلة تبقى ذكرى جميلة رائعة حمود عشنا معاه ثاني تحياتي حمود عشت معاه زين انا سبع علي قال لك سلام قل الفرحه تحكي لنا على موطو منين طحت في وادي جدي يا علي المقوله فيها حبة لسان يقولها يا علي قول راك حكيتها انت ياسر ياسر كمل مساء الخير علي علينو اخ علي ربي يحفظه ان شاء الله ربي يوفقك قدرت لها انت وسمع علي بونجور مش عارف شنو هي وسكرتها بعد ما تسوى بعد ما طيحش ولا شنو بلول التلي الطيب والعفويه والكلام النابع من القلب. صح. والله ما نفرق بين واحد وواحد. نكره اللي يعود متكبر ما نشتيش. ما نتكبر ما نشتيش، لكن واحد ما يسلمش عليا قهاب. ياسر ليه؟ ما تكبرش. كي تضحكني بوجهي وانا نضحك بوجهي راه دواء راه دواء. الابتسامه صدقه. راه دواء صدقه. يعتبر صدقه. يعني هذا مدير نعطيهم رساله يا حطوا كرعيكم في في لار في لار سلموا سلموا لان الدنيا لا تدوم كي ما تسلمش عليا راه ما يستنى حتى حد من تواضع لله رفع انا يا ودي انا مش نحكي لصحاب مسعد ديالي قلت لهم عادي كاع كيف كيف لان كي اللي تضرهم تضرني واللي تفرحهم تفرح وعراسي بحال حضرت من الحنه ثاني راني كان لقطه زهواني ما كانش عرس وما زهيتوش في صحاب مسعد الاولين الاولين زهواني اش معنى زهواني؟ زه دي لومبيونس لومبيونس قال لك قرطي نتاع وهران مين دخل في القهوه قرطي الاخضر قرطي مسعود قال لك نتاع وهران مين دخل في القهوه هذا غزا دو علي وقال ما دخلش القهوه مغامرات كبيره طيب كاين اللي يعود حضر لها وكاين اللي نساها وكاين هاي عود عن الوقت ثانية بطل داريني دعاية على البابور واحد سيدي يقول البابور يخدم في ليزاندرز البار تاع البلاصة اللي شاف نايت كلوب نايت كلوب راك عارف لقبو لقبو ها داير بابور في سيدي قال لي راك رحت ليه سكران انا خاطيني قال لي راهم يحكوا عليا يحكوا وي شديته منا قلت له نضربك الحق سيدي فوق قال لي قاضي الحال دخلك شدك هاك هزك هاك هذه مزحه هذه مزحه هاي مزحه 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 هذه مزحه 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 عمر قال لك ربي يحفظكم ان شاء الله طارف ابرال يا طيب احكي لنا منين رحت انت وعلي طابا وسمتو صباط وقابكم يحسبوه 100,000 وهو مليون وسمتو صباط سمته صباط وصقايبه لا 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 قال 100,000 100,000 هو مليون مكتوبه مليون انت قلت له حنا قلت له حنا تعطينا 90 90 طيب يخسر فينا 90 بعد هبطنا على 80 قلت هو مليون صحابي يقولوا له في 980 80 قال روح نفسي معاكم هيا نحلكم 85 ما نزيدش فوق 850 جبدنا له 200,000 زين قال ها زيد الاخرى شي زيد قال راه مليون راه مليون صباح يا حسره ولا فكوش ولا فكوش يا ولد راني نسينا الدراهم في الدار عربي مبروك مبروك حليس الطيب رفيق الدرب سلم عليه هذا هاي سلم عليك
عثمان علي علي قل فرحات قال لك بن داود اطربنا بذي الدار المبنيه. وين هذا؟ ولا حبيب الله فرحات عمر حجر عمر حجر بالذريه باذن الله تعالى. امين امين. هذا عثمان علي علي ماهوش بن داود هذا. لا قال كاتب لك عثمان علي علي. واه عاود عليك دعوه زين. زينه كلمه زينه قالها عجبتني. انا كون يدعي لي ورفع عجبتني. نجيب له ندعو عليه. اي زيدوا زيدوا والله ما نعرف. زيدوا. اه حضر المره في خاطري جاي على جديد. الله يحفظك طيب ولكن خاطر. كلمه اعطي كلمه لصحابي. طيب. هاي هضره بس ما يحلوا فيه. خاطرك كبير. ولكن انت 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 اكبر انت ادرى. لا لا انت اكثر من يعرف. نعرف عارف باللي قال عش يضحك قال شيء قال عش ما يحكوا عليه بجزاك خير. وشني أمنية طيب موكا وشني الأمنية نتاعك؟ أمنية شنو تتحقق؟ أمنية عندي أمنية والله قرارها شوفك مش الأخراوية نحكي عند اللي عندي أمنية الأخراوية مخليها الدنيا الأخراوية هي باينة هذيك هي باينة تاع مسألة دور نفس ترجع مسألة كي بكري مستحيل أمنيتي أمنيتي شات هي ترجع شات المسؤولين يرجعوا كي بكري ربي يهديهم إن شاء الله خصوصا مسعد يديروا الوظيفة لازم يديروا الوظيفة لمسعد هذه اللي نطلبها فيه راني حاشاكم من المسؤولين هي أمنية 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 اللي ما فيها والو ما يتناوم منها حتى واحد راه الأمنية كبيرة مخليها نهدي تحياتي لرئيس البلدية المختار بن ناجي حبيب طيب الأمنية كبيرة مخليتناش قال لك يا طيب جيب لنا واحدة من عندك يا ودي وما من حق ما عنديش حاول حاول وشي اللي دوا عليها؟ اللي جات قال لك كيف وطلبتك يا الله بالقران حرمت الستين اللي في صوارو ولا تحرق لها بصاد النيران جاه محمد واصحابه انصهروا الله 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 ماكش عاود الدار المبنية حافظها جيب لنا جيبها ليا جيب لنا شو بال يا ذا الدار المبنية مولا حبيب الله عمرها له يا ربي به القرآن وذكر الله 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 امين هذه فكيتك اذا عرفنا الأمنية تاع أمنيتي مش أمنيتي بكيت عليها وين وين سنة تزوجت؟ 2004 2004 سنة عندي مقابلات ها الزواج عندي عدي وقعد قاعد في قهوه عسالي زوجتني في القهوه ايه مصوب عنده قصه عندي قصه عليها ايه تفضل مسلم قاعد في القهوه وكل يوم نشرب قهوه قال لي عندي طعبه نهدي له تحياتي قال لي عندي طعبه وهي تنتقع مكتبه حماره موسى يتحرك معنا نور الدين هريبه كان عارف مكتبه فوق الهرم قلت لهم هم عندكم هذا ما عاد احد تحيه قالوا لي حنا وهميين حنا وهميين ما عادش ماني ما بوجد المراه ما حنتي ما والو حنا وهميه فاهم كيفاش معنى وهميه؟ مع الايه انسان فهم الجمهور الجمهور اي وهميه قالوا اليوم راه حنت طيبوك شاعت صح جا السنتي عبد الله الله يرحمه الله يرحمه جا علي دشه ربي حط عطاني المطيه بدلنا حنا جملت خير وبركه سبحان الله خير وبركه دفعت منها السعفه وشريت منها البشام براها دوك عاد كان زوجي زوجي صحابي صحابي من عقاد العام جير بلاي اللي ما ننساه يسمح طيب قلت حنا وهميه يعني ليش حنا فاهم ما عندي لا مرا ماني مقيد امراه ماني مش خاطب كاع ما هو خاطب ما والو ما انا من هذيك الجمله اللي جملتها لا رحت لما الله يرحمها الله يرحمها كنت انا مع بالي في وحده وزوجت رحت لما قلت لها مره اني قبلت كانت تحلل في على مرتي هذه ما قبلتش قلت لها من راحت المره اللي انت مدور عليها ما عندي بطاطا لا سي يا اخي كي جملت ما قلت روحي راح لي فاتي ترى 33 عام صحاب روحي فاتي ترى ما فاتك لا ترى انا صحاب روحي فوق ربعين وما تزوجوش صحاب روحي بيا شاهد زوج ما لحقتش رحت لما قلت لها سمانه شهر من الحن الوهميه شهر زوجت الله يبارك ربي يبارك لي فيها كوستي عطاني طالب عمار كوستي عمار بن طالب اسم عبد الله اسم عبد الله اي عطاني كوستي وشرى لي خاتم بانا ما نكرش مع الجميع الله يحفظهم ان شاء الله يا ربي يجزيهم خير كل شيء عطاه لي وما رجعش ربي دخلت بلا طاي الله يبارك انت قال دخلت بلا طاي تقال لا بلا طاي ما دفعتش حي ما يسالنيش الدين الحمد لله كذا العز الحمد لله الحمد لله كنا تيبي يشري دجاج تيجيب واحد 20 دجاجه جاب بن عمي يقول له معمر مسعودي جاب له معزه قال له حمر بها الله يبارك معروف بنتي سبت عليه طعبه في القهوه هاي الصعب كيعود زين هذه
عبد السلام ياحي، تحية طيبة من البيرين الأبيض، من البيرين الأبيض. أهلا وسهلا الأخ عبد السلام، ربي يحفظك إن شاء الله. حسام سي إكلاك فتفتو سي طيب وفرحات رفقاء الدرب من الصبا نشفالهم مع بعضهم، ربي يديمها محبة إن شاء الله. حميد بن الشريف، ربي يبارك ويعطيكم الصحة والعافية والتوفيق إن شاء الله، تحياتي للجميع. تبارك الله فيك. هذا يعرفها. خلاص. كان علاقة في الطفولة نتاعنا. صح. ما تناوشنا ما دوسنا. والو. ما لحقناش جات الوالو ما والو. ما تلحقناش بعضنا. حق الساعة أصحابي يتناووا يقضوا على بعضهم يرجعوا. بعض هذيك على ما صرات. سبحان الله. راه كانت القلوب زينة والحمد لله. قالوا تلقاو بلا ميعاد لا تليفون لا نروح نحوسوا بلا تليفون. ودوك راه كاين اخرين باتوا مع بعضهم كيما حنا جينا. انا ولا تقدر قلت متى صحابكم يتعشوا معكم كيما انا كنت نتعشى مع صحابي نتعشوا مع بعضهم من بيت. انا الجيل هذا ما كانش انا ولات نحلل فيهم والو ما كانش. سي طيب فرحات من السباع نشفالها مع بعض رفقاء الدرب ربي يديمها محبه ان شاء الله. عندك ابناء؟ خمسه. الله يبارك. ثلاث بنات. بنات يقراوا كاع؟ يقراوا واحد بطل كبير يقراوا في المتوسط ولا في الثانوي؟ المتوسط ابتدائي زوج بنات ابتدائي واحد المتوسط. الله يبارك ربي يوفقهم ان شاء الله. لمن تهدي تحياتك؟ اصحابي واحبابي واهلي اخاوتي اصحابي واصحابي وخاصه اصحابي عندي ذكريات مع اصحابي خاطر هم اللي حسوا بيا وهم اللي هزوني. راهم ضرب ضرب اخر رمضان قلب علي قدام واحد جابوا المدن الله وينهم صحابي وشهري يضربوا لي بعض صحابي. نهدي تحياتي لزوجتي واولادي. صحيح. ويرحم بوي وما. الله يرحمهم ان شاء الله. ويرحم الشيوخ اللي قراوني. امين. امين. الاستاذ عمار والشيخ بلال راك انت يا شيخ بلال انت. شفت هذيك الحاجه اللي تعود مثلا قام داير عليها الغبار تراب مش باينه انت راك انت اللي تبين تمسح في التراب راك تنقل فينا تبين فينا احنا راه مردومين. شكرا ربي سبحانه والله راني عايش انا عادي ماني ما سحقت واحد ما حرجت واحد ما حيرت واحد راك انت الله يبارك الحمد لله راك انت وسي فرحه راك مخرجتوني راك العباد اللي ظهرهم راه ما شافتنيش ولا ما يعرفونيش. صح انت راك الله يبارك عارفك اليوم ان شاء الله. عبد القادر ربي يحفظنا صخرات البلاد الطيب وفرحات. عثمان علي احلى لقاء واحلى امسيه مع موكا. محمود عثمان ربي يبارك فيكم ويحفظكم والسيد طيب جاري قديما. شكون؟ سيدة محمود عثمان. اي محمود عثمان اي صح كاين محمود عثمان. اذا والله مشيت يا تقدر راك حليم رانا كاع مشيت واجد تقدر بصح الوقت يداهمنا. ادعينا دعاء من عندك. الله ان شاء الله الله ان شاء الله ربي يجيب لها البلاد يجيب لها يجيب لها خير كبير. امين امين ويحفظ موليها. امين ويهدي لها طريق مستقيم ربي ان شاء الله. رانا عندنا قلوبنا هاربه من بعضها ان شاء الله يجمل القلوب. امين ويحفظ طلبتنا راه دار يعيطوا ودار كذا ودار يجملوا في البيت. امين الله يجمل شملك يا سي بلال. امين الله يحفظك ان شاء الله ويحفظك وليداتك. امين ويحفظك ان شاء الله راك تجمل فينا راك جملتنا. امين والي. امين ربي يحفظك ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين ونحن في هذه الليله المباركه ليله الجمعه عبد السلام يحيى كلمه فيها حكمه بالغه. اقول لك راك قال لك راك تنفض في القبر ربي يحفظه ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين ونحن في هذه الليله المباركه ليله الجمعه المباركه وما ادراك ما ليله الجمعه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين وان يرحم موتانا وموت المسلمين اجمعين وان يجمع شملنا ويؤلف بين قلوبنا ويهدينا الى صراطه المستقيم وان يوفقنا لما فيه الخير للبلاد والعباد وان يوفق الجميع وكل واحد ربي يعطيه ما يتمنى ان شاء الله. امين وربي ان شاء الله يجعل هذه اللقاءات خالصا لله سبحانه وتعالى. لا نريد منها جزاء ولا شكورا ونتمنى دائما اننا نتلاقاو مع العبيده تاع اهل مسعد القدم يحدثونا على مسعد ويحدثهم على مسعد
وما هذا إلا فضاء اللي حاب يشارك في هذا الفضاء أهلا وسهلا، لا نبخل أحدا إن شاء الله، نزوره في بيته أو في أي مكان شاء. نتمنى إن شاء الله أن ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا العمل ويكتب لنا الجنة ولقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وزيارة بيت الله الحرام في أقرب الآجال، وأن يكتب لنا صلاة ركعتين في روضة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب شارح العمر. أمين. إن شاء الله توفر عاد قاع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. قاع. هناك كلمة يا شيخ بلال أختم بها إن شاء الله. هناك واحد كاين مثل صيني أو الله أعلم صيني. يعني من أراد راحة البال فليعد إلى مسقط رأسه. أو فليرجع إلى مسقط رأسه. يعني نتمنى إن شاء الله ولو أننا في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وعدت الناس الله غالب راح ماذا بكم تعودوا لبعضكم بعض. يعني مثلا طيب تيجي نرجع ليه نروح ليه صديقي لازم نصفاري وأعود معه بذكرياتنا إلى الوراء ولنتذكر أصدقائنا ونروحوا ليهم مش نتزاور نعم نتزاور نمشي بعضنا نمشي بعضنا بعض ونزور بعضنا بعض لكي تعود المحبة والمودة وتعود بين ذكريات إلى الماضي وترجع شوية حركة تاع المودة والمحبة. هذا المثل دائما يحضرني. من أراد راحة البال فليرجع إلى مسقط رأسه. سلام الله عليكم كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم. أحمد حبيب قال لك الشيخ الزين ربي يحفظكم إن شاء الله. وليد الأدب سلامي للطيب عبد الجنة وما ننسى السي فرحات. السلام على الطيب الصحراوي سعد الدين أمير أحمد الصحراوي سلام من ولاية تمرست. تحياتي لكم، كان معايا في دار الثقافة طارب العكف. أي. إذن هذه كله هذا فضاء مفتوح للجميع لمن أراد أن يشارك وأن يكون معنا في حصة لقاء مع شخصية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وإن شاء الله ما نحرم حتى واحد وإن شاء الله نكون قد وفينا ووفينا نعم وكفينا، وما هذا إلا واجب علينا نقوم به تجاه هذه المدينة الطيبة مدينة مسعد مدينة الحالمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.